بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، أبناء الطلبة والطالبات، تحياتي لكم، وندعو الله تعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يفك هذه الكربة وهذه الغمة إن شاء الله. محاضرة هذا الأسبوع في مادة البرمجة إن شاء الله هنتكلم عن عبارات التحكم والمصفوفات، وطبعاً أنا مش هطول عليكم ولا حاجة، أنا هحاول بقدر المستطاع إن أنا أدي أوتلاينز كده رئيسية علشان ما صعبش عليكم الأمور. ففي عبارات التحكم هنبدأ بأول حاجة العمليات الحسابية، والعمليات الحسابية في الفيجوال بيزيك لها أولويات تنفيذ، فلازم تبقى أنت عارف كويس جدا إن الكمبيوتر وانس إن أنت كتبت له عملية حسابية أو إيكويشن رياضي، فهو طبيعي هيحط عنده برايوريتي أولويات لتنفيذ تلك العمليات. فهقولهم لك، هما طبعا 13 عملية. هنتكلم عن البابيولر أو اللي بنستخدمه كثيرا جدا يعني، ولكن الجدول قدام حضراتكم. أول حاجة إن الكمبيوتر بيروح ينفذ ما بين القوسين، بمعنى إن أنت لو عندك إكويشن والإكويشن ديتي فيها قوسين، وبره القوسين فيه عمليات أخرى أوبريشنز تانية، لا هيسيب الأوبريشنز اللي بره القوسين ويروح ينفذ الأوبريشنز اللي جوه القوسين الأول. خلص جميع العمليات اللي ما بداخل القوسين، ينتقل للي بره القوسين. طب هينفذ ايه بره القوسين بقى؟ لو لقى اسس اكسبوننشنال هيروح ينفذها الاول، لو لقى نيجاتيف ساين اشاره سالبه هينفذها اولا بعد الاسس. خلص الاسس وخلص الاشارات، ينتقل على طول الى ما يسمى ب المالتبليكيشن والديفيجن أو الضرب والقسمة. يبقى دي المرحلة الرابعة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة، وهي من أعلى الانتجر ديفيجن أو بنسميه الناتج الصحيح من عملية القسمة، ده إن وجد يعني. ثم بعد ذلك المود، الباقي القسمة وليس الجزء الصحيح بقى، الباقي بقى نقول 5 على 2 يقول لك فيها كام؟ 2 × 2 = 4 والباقي 1، فالمود بيبحث عن الواحد. ثم يلي ذلك الجمع والطرح، ثم relational operators أو العمليات المنطقية اللي هي علامة أكبر من أصغر من قدامكم اهي، دي ترتيب رقم 8 مزبوط. ثم not and or xor equivalence في النهاية. عاوزك تركز انت في البابيولر، بالنسبة لنا هي الأقواس، الأسس، الجمع أسف الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح، ده البابيولر بالنسبة لنا. يبقى كم أوبريتور؟ الأقواس تاني، أول حاجة الأقواس، يليها الأسس، يليها الضرب والقسمة، يليها الجمع والطرح. أرجو ما تنساش الكلام دي أولويات تنفيذ العمليات. مثال بسيط جدا قدام حضراتكم، لو أنت كتبت إكويشن بسيطة كده 4+3 × 2 مضروبة في 2، عندك هنا كام أوبريتور، كام مؤثر عندك؟ عندك الزائد اللي هي الجمع، وعندك الضرب. الكمبيوتر طبقا للبريوريتي اللي أنا قلتها من شوية، الجمع والضرب، أدي الجمع وأدي الضرب، مين قبل مين؟ الضرب الأول. يبقى إذن الكمبيوتر هيروح على طول يضرب أولا، يبقى أول حاجة هتتم في هذه الإكويشن هيضرب
3 في 2، يبقى دي الخطوة الأولى. الناتج اللي هيطلع من الضرب يجمعه مع الأربعة، تمام كده؟ تمام. طب تعالى شوف المثال الثاني معلش. 4 زائد 3 بس الاثنين داخل قوسين، داخل قوسين، تتوقع هيعمل ايه دلوقتي؟ نتوقع ان هو هينفذ ما بداخل القوسين الاول، يعني هيروح يجمع اولا 4 زائد 3 7 والناتج يضربه في 2. إذن دي مختلفة تماما عن ديتي، طبقا للبرايوريتي الموجودة في الجدول السابق. طيب ممتاز، نكمل. تعال بقى نتكلم عن جمل التحكم اللي بتستخدم في الفيجوال بيزك، ويعني ايه تحكم في سر البرنامج اصلا. الطبيعي انا عارف ان البرنامج بيتكتب بسيكونس معينه، الخطوات تلي بعضها البعض، الاوامر ورا بعض بطريقه منطقيه زي ما عرفنا البروجرام قبل كده، ولكن احيانا تبقى انت عاوز تكتب في احد الاوامر او احد سطور البروجرام ان انت عاوز تقول انتقل الى السطر رقم 50، انتقل الى السطر رقم 70. ده اسمه برانشنج، يعني تفرع. ازاي تتفرع وانت بتكتب داخل البرنامج؟ تقول للكمبيوتر او للفيجوال بيزك انتقل الى السطر 70، انتقل الى السطر 50. نقولها ازاي؟ عندك اوامر بتعمل كده. فعملية التفرع او الانتقال الى سطور معينة داخل البرنامج، اللغة بتاع الفيجوال بيزك بتمدنا باسلوبين. لازم، هل انت عاوز تنتقل او تنقل التفرع ده يكون مشروط ولا غير مشروط؟ اذا هناك نوع من التفرع او الانتقال، الانتقال المشروط والانتقال الغير مشروط. طيب نشوف الكلام ده. هنقول الاول الانتقال الغير مشروط، ان وانت بتكتب الاوامر، يعني بص كده على الجزء الايمن من الشاشة قدامك، ده أنا كاتب كود صغير اهو، سب فورم، يعني مكتوب على الفورم بس ده أندر سكور وليست شرطة، يعني هي دي الأصح في الشمال ديتي أندر سكور، والإيفنت بتاعنا لود، الحدث بتاعنا لود. فأنا بقول برنت قدامها كولون، قدامها نقطتين، تعني إيه؟ تعني إن ده عنوان لهذه الخطوة، يعني عنوان هذا السطر print، عنوان هذا السطر print. شوف كده، تعال بقى هنا لي نقول إيه، go to message. يبقى الأمر اللي أنا عاوزه هنا دلوقتي أمر go to، أمر go to وظيفته بينقل التفرع الى سطر معين دون اي شروط. اذا ده تفرع غير مشروط. فما اجي اقول له go to message يعني انتقل الى السطر اللي عنوانه message. فين السطر اللي عنوانه message؟ اهو message قدامها كولون، يبقى ده عنوان للسطر ده. يعني لو جبت لك حاجه في الامتحان زي ديت وقلت لك ببساطه اكتب نتيجة هذا الكود، اكتب نتيجة تنفيذ هذا الكود، هتقول لي ايه؟ اولا print وقدامها I am بين quotations ديتي معايا، ده عنوان لسطر مظبوط. انا هنا طبعا في هنا print، هنا ما فيش كولون، انا بعد يعني بستأذنكم الكولون دي غير موجود، هي print I am يعني نطبع I am، فهو هيطبع لك مسج اسمها I am على المونيتور اهي.
go to message يعني انتقل إلى السطر اللي عنوانه إيه؟ message. إذن هينتقل وهيقفز إلى السطر message. هل هنا هيروح لبرنت نوت؟ لا مش هيروح لها، مش هيمر عليها. الطبيعي ان كان بدون، لو ما فيش جملة جوتو، لو ما فيش جوتو كان هينتقل ليها. لكن انت جيت قلت له بعد ما تطبع ايام جوتو مسج، يبقى هيقوم منتقل وهيقفز او هيعمل جامب الى السطر اللي عنوانه مسج. انت كاتب له يبقى برنت هابي، يوم طبع المسج اللي اسمها هابي. هابي ديتي جت جنب مين؟ جنب المسج الاولى اللي هو برنت ايام. فاذا النتيجه اي ام هابي. اذا نتيجه كتابه هذا الكود، نتيجه التنفيذ هي المسج اي ام هابي. طب شوف الجانب الايسر من الشاشه، نفس برايفت سب فورم الايفنت لود. هنا بدا بقى عنوان سطر مسج كولون، اهي طالما في كولون يبقى ده عنوان، ده عنوان وليس امر. برنت ويلكم، برنت ويلكم هيطبع كلمة ويلكم ماشي. جو تو مسج يعني ارجع لمسج، يقوم راجع لمسج يعمل ايه؟ يلقى كاتب له برنت ويلكم، يقوم طابع ويلكم مرة تانية وينزل. جو تو مسج، يقوم راجع تاني المسج، يلقى كاتب برنت ويلكم، يقوم طابع. قال ده هيقعد يطبع ويلكم ويلكم ويرجع ويرجع ويرجع. امال امتى هيروح للسطر اللي هو فيه برنت اي لاف ات؟ امتى هيروح لها؟ مش هيروح لها نهائش، لان انت قاعد تقول له جو تو مسج، فبيرجع لمسج، بيرجع للسطر اللي فيه كلمه مسج، يرجع للسطر اللي عنوانه مسج وينفذ. فهيقعد يطبع عدد لا نهائي من كلمه ويلكم. فهمتوا؟ اذا جمله جو تو بتستخدم للتفرع الغير مشروط، للانتقال الى سطر معين بدون شروط. ننتقل الى جمله ثانيه، امر ثاني في الفيجوال بيزك، اسمه الستيتمنت اللي اسمها اون جو تو. اون جو تو الانتقال الى اكثر من 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 سطر اعتمادا على قيمه متغير يكتب بعد كلمه اون. جوتو الأولانية الانتقال دون أي شروط، هنا بقى الانتقال إلى أكثر من سطر في الكود، بس هينتقل إمتى؟ اعتمادا على قيمة متغير، هذا المتغير يوضع بعد كلمة أن. شوف السنتكس بتاعتها، صيغة أن بيجي بعدها المتغير. جوتو انت عاوز يروح فين؟ الى السطر الاول والسطر الثاني والسطر الثالث زي ما انت عاوز. تعال نشوف مثال كده يا جماعه. on type go to message comma circle comma square comma triangle. ايه هي مسج وايه هي سيركل وايه هي سكوير وايه هي تراينجل؟ دي عناوين سطور موجوده داخل الكود. اذا لو المتغير طيب أخذ قيمة، القيمة الأولى للمتغير معناتها يعني هيقوم منتقل للقيمة لمسج. طب لو طيب اتغير لقيمة تانية هيقوم رايح لسيركل. طب لو خد قيمة تالتة هيروح لسكوير وهكذا. إذا اعتمادا على قيمة المتغير سينتقل إلى أكثر من سطر. تعالى بقى نشوف جملة إف، ده جملة شرطية يعني تفرع مشروط أيضا. إف هندي أبسط حالة من حالتها بس النهاردة، لأن لها أشكال كثيرة وأشكال معقدة وأشكال متداخلة. هنبدأ بالشكل البسيط. شوف كده، إف بيجي بعدها شرط ثم كلمة ذن ثم statement.
يعني ايه الكلام ده؟ جملة if then يا جماعة تستخدم للتحقق من حدوث شرط معين، من حدوث شرط معين لها احتمالان، احتمال تحقق الشرط واحتمال عدم تحقق الشرط. إذن بعد if هنكتب شرط، وبعد then هنكتب الاحتمال الأولاني، وتحت if هنا هنكتب الاحتمال الثاني. يبقى if اسمها if الشرطية، تستخدم في التحقق من وقوع شرط معين لا كم احتمال اثنين. إذا تحقق الشرط هنكتبه بعد كلمة then، إذا لم يتحقق الشرط هنكتب بعد السطر التالي لكلمة if. مثال على الكلام ده، مثال if المتغير اسمه temperature أكبر من 50، يبقى هنا الشرط بتاعي temperature أكبر من 50. ممكن يبقى فعلا temperature أكبر من 50، وممكن يكون الشرط غير متحقق، مش أكبر من 50، أقل من 50. طب افرض كان أكبر من 50، then print it's hot، اطبع رسالة قول لي فيها ان الجو حر. ده لو التمبريتشر اكبر من ايه؟ يبقى اذا ما يكتب بعد then هو الاحتمال الاولاني. طب افرض الشرط كان غير متحقق، يبقى الاحتمال الثاني هتكتب هنا print it's cold، وهكذا. معايا؟ اذا انا بدأنا مع بعض النهاردة في مجموعة من الجمل المهمة جدا في الفيجوال بيزك. أخذنا جملة go to ثم on go to ثم if then، أول شكل ده، أول شكل ده. في برامج في آخر الكتاب كالعادة هتمسك بروجكت وتحاول تنفذه لو سمحت على جهازك، وياريت تبعت لي النتيجة بعد إذنكم. شكرا، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.